السلام عليكم، مساء الخير. معكم سلمى من قناة سلمى سالومي، المطبخ والإبداع. اليوم راح ندير لكم هذه الحلوة الجافة اللي شفتوها. راح ندير لكم مقادير تاعها بلا الميزان، يعني اللي ما عندهاش الميزان. مقادير سهلة ويعني متوفرة. وش راح نحتاج؟ هنا عندي 125 غرام مارغرين، عندي هنايا الكيلو تاعها، هذه الباطة الكبيرة نقسموها على زوج ونزيدو نقسموها ثم على ربع طرف ونحيو طرف منهم. عندي هنايا كاس، ثلثي الكاس زيت، يعني كاس صغير ثلث كيما نقولو. ها هواكي زيت. هنايا عندي نص كاس سكر، السكر العادي. عندي هنايا راح نحتاجو بيضه ولافاني، وهنايا راح ندير نص باكي خميره، راح ندير شويه هنايا ملح، هندير هنايا قرصه ملح. نخدم هذيك الزبده، تكون اصلا الزبده يعني جبدناها من الفريجيدار. ها هي كي طريه، نخدمها شويه. حنزيد لها السكر، نخدم هذاك السكر شوية مع الزبدة. نزيد البيضة، نزيد لافاني، هندير نص مورف، لوح الزيت، شوفوا كيف ولات سائلة. هنجيب الفرينة ونلمها حتى نديرو كويرة، سما تولي لنا عجينة تتلم باليد. ندير الفرينة ونزيد لهذاك، نزيد نص ساشي تاع الخميرة. هنايا درت الخميرة، ها هي كي مع الفرينة، ونبدا نلم. نزيد الفرينة، هنايا قلت نزيد في الفرينة، بدات لي 3 كيسان قلقد، 3 كيسان فرينة. اوكي العجينة هنايا نلمها وراح نخليها ترتاح على الاقل نص ساعة، ساعة حتى نص ساعة هكا. نغطيها بالنيلون ونحطها ترتاح، ومن بعد نولي نخدمها. هنايا فكرة برك، يعني كي تحلوا العجينة
لو كان تجيكم هكاك شغل تتفت، زيدوا لها شوية زيت وعاودوا لموها شوية، قدر مغرف كبير ولا ما تبقاش تتفتت لكم. ديروا شوية زيت، انا ما مصابلي تاع الزبدة، كي ساعات هكا يجي شايح يعني تكون الفرينة كافرة فيه، ندير له الزيت ونعاود هكا يطرى. راح نستعمل هذا الشكل، نقص به ندخلهم هنايا. درتهم في الفرن على 180 درجة حتى يطيبوا الحبات يوليو صافر. انا يا طيبتهم شوية بزيادة هكاك نشتيبهم. لصقت هنايا الحبات بالمعجون، خففتو شوية بما زهر، تقدروا تلصقوه يعني بالشيكولا ذيك تاع الطلي ولا بكريمة زبدة ولا اي حاجة يعني. انا درتو غير هكا سامبل، درت له المعجون. بالنسبه للتزيين عندي هنايا شيكولا تاع الحليب هذيك تاع الكاطوبات، درت لها نص مغرف كبيره زيت، هكا باش تجينا الحبه قد قد هكا نديرو بالمغرف من بعد نكملو هكا. نخليها تكتر، نخليها تكتر شوية ومن بعد نحطها فوق هذا الشباك. هكاك شغل نرسم خط بالمغرف ومن بعد ندير النص الباقي. نخليها هكا شوية، ونحطها نكمل الحبات كامل ونرجع لكم. هنزين النص اللي بقى بالشيكولا بيضة، هذه هي النتيجة. إن شاء الله تكون عجبتكم، إن شاء الله تستفيدوا من الفيديو، تجربوا الكاطو هذا يجي بنين يجي هشيش يعني، ومقاديره اقتصادية. نخليكم درك على خير، نقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.